فهو طبعا التخابر. مخابرات خمس دول تضع خطة مصر فوضى بلا نهاية، يعني اسم الخطة تمام. فوضى بلا نهاية تمام. ده في ألمانيا، وتوصيات بترشيح بشر أو العو أو أبو الفتوح للرئاسة ودعم تهريب السلاح لمصر وتحالف الإخوان بيهدد بتفجير السجون. يعني ده طبعا ده تسريب مخابراتي فعلا. أنا بقول لهم يعني لعبوا لعبة تانية وما انتوش قدنا ولا قد مصر، ولا احنا بنخاف ولا بنتهدد. احنا لا بنخاف ولا بنتهدد، وده طبيعتنا. يعني الست الشرقية المصرية الجدعة الصعبية، او الرجل المصري اللي هو بيحب وطنه، واحنا عندنا جيش قوي 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 يعني. وبعدين لو كنا يعني افتكروا ان السيد الرئيس السابق المصري، احنا انتخبناه مصري، وانا اتمنى ان كل اللي انتخبوا يرجع تاني في الاستفتاء بتاعه، لانه هو بيقول لك انا الشرعي. لا، انت النهاردة كنت الشرعي لكن ما قدمتش، وربنا اداك فرصة هتحاسب عليها امام الله، وخرجت ذليل كثير، لان مش هيلعب معاك الجيش لعبة التخابر او لعبة المقايدة. طب استاذة نورة، حضرتك شايفة ان يعني اللي بيصدر من تسريبات ممكن تكون صحيحة، لكن هل هي برضو يعني مبالغ فيها؟ محبطة ان شاء الله. يعني حالة من يعني جماعة الاخوان او تنظيم الاخوان بيحاول يعني يسيطر الذعر لدى المواطن المصري علشان ما يشجعوش ان هو ينزل في الاستفتاء او في اي اجراءات ديمقراطية تتم بعد ذلك، وان يعني الموضوع ان هم قدرتهم اقل من ذلك بكثير، طبعا. طبعا بصي حضرتك، دي كور ملتهبة لإرباك، وينزل عندك نوع من الذعر والخوف. يعني في قنبلة كانت فجروها في المدرسة، من المدارس، جانب المدرسة، من جانب المدرسة. فواحد من الأمن، أنا يعني كنت قاعدة في الوقت ده، فبيقول أنا هقول للإعلام إيه، فالضابط قال له ده ما ماتشتش إلا قطة. فقلت له طب قطة، قطة دي ما هي روح يعني، قطة حامل، أما ضحكوا الصبح يعني. فقلت له طب ما القطة دي روح، دي ربنا سبحانه وتعالى هيسألها، هيسأل الإنسان اللي فجر هذا المكان. فالنهارده دي نوع من أنواع الذعر، ومن أنواع إن أنت تفقد الثقة. زي الشخص العادي يقدر يعني يقاوم اللي بيشوفه وسائل الإعلام واللي بيسمعه وما بيسمعوا. شوفي حضرتك، يثق الاول في الله سبحانه وتعالى ان مصر محروسه، ويبعد بقى عن الجدال المستمر، ويخلي كل مؤسسه تشتغل على حده. يعني مؤسسه الجيش بتشتغل، مؤسسه الامن الوطني بتشتغل، مؤسسه الامن الاقتصادي. انا هقول لك ان احنا في ثلاث مشاهد دلوقتي مصر. المشهد الاولاني الاقتصادي، وانا يعني مفروض الاقتصاد الاخر، ولكن الاقتصاد وعدم الامن والارباك اللي موجود فيه ده، الحاله الاقتصاديه سيئه قوي بتاعت مصر، ودي بتاثر على المواطن العادي. فهينزل بقى المشهد السياسي نمره 2. 3 الامن، لانك انت بتحرك الامن عندما يكون في زعزعه او يكون في ارباك في الشارع المصري. فالنهارده هو بيبعت لك رسائل علشان يفقد الثقه ويحبط، لانه طبعا بيفكرني ايام هزيمه اسرائيل في 73، هزيمه الاخوان. احنا انتصرنا لان احنا في حرب فعلا، ولازم نعرف ان احنا في حرب، حرب داخليه وخارجيه، وحرب الاعصاب والنفسيه دي احنا متمرنين عليها، لكن الايمان ضعيف، او اللي عنده يعني شيء من فقد الثقه في الله او في جيشه او في شعبه، ده اللي هو يعني بيوصل للنتيجه معاه. لكن احنا مش ضعاف، احنا ناس اقوياء جدا، وجيشنا قوي جدا، وما عندوش حاجه غير ان هو يحمي الوطن. لا عنده طموح انه يبقى رئيس دوله ولا يبقى اي شيء، لان هو بادئ في دخله. فانا النهارده بتقدم يعني ان الناس نوع من الوعي والركيزة، لأن الشعب طلع وقال فوض السيد الفريق عبد الفتاح السيسي. وانت شايف النهاردة كان في رسالة في القناة ان في اتصال مع وزير الخارجية الامريكي تمام مع السيد الفريق عبد الفتاح السيسي. يعني هم اللي هيجروا ورانا، مش احنا اللي هنجري وراهم. طيب يعني ده برضو من احد الحاجات المهمة. خلينا نروح لملف تاني، وهو ملف طبعا احنا خلصنا الدستور، مسودة الدستور 2013 تمام، وداخلين ان شاء الله عليه على استفتاء، وكانت في بعض الامور معلقة، وهي الانتخابات اذا كانت برلمانية اولا
أم رئاسية أولا. وطبعا من اليوم السابع بتقول عاصفة الرئاسة أولا تجتاح الاتحادية. منصور يبدأ حوارا وطنيا حول خريطة الطريق. والقوى السياسية تطالب بالرئيس قبل البرلمان والنظام الانتخابي المختلط. أول كورة ملتهبة، هنرجع تاني الكورة في الملعب. تمام. الملتهبة تمام، الجدال والانشقاق. هنبدأ تاني نقول الرئاسة ولا الانتخابات، الانتخابات ولا الرئاسة. أنا النهاردة شايفة جدال رهيب جدا، الدستور ولا الرئاسة. يعني ليه الجدال والتصرع المستمر ده؟ الدستور ولا البرلمان ولا البرلمان النهاردة ولا؟ يعني أنا النهاردة لو جي رئيس هيقول لك إزاي، طب الرئيس هيحلف قدام مين؟ قدام الدستور. ما هي الحدوتة شغالة، ونسبة التأييد كمان اللي واخدة بالك من ما بيعرفش السياسة ولا بيعرف الحس السياسي ايه، بي 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 يعني بي بيرمي كده تفاهات ومش فاهم اي شيء. وده برضو نوع من اللي زي سعادتك قلتيه، هي برضو بترمي ايه حاجات كده عشان ارباك الشارع المصري ونفضل في جدال مش هنستمر ابدا. احنا عايزين تصحيح الاوضاع ونبقى ايه. يعني انا انبسطت جدا من المبادرة دي وبلغت بيها فعلا السيد ايهاب بدوي ابن الفريق احمد بدوي الشهيد، يعني ان قلت له فعلا خطوة كانت جميلة جدا سيادة الرئيس اللي عملها، الحوار الوطني ده والحوار الشبابي. لان انا كنت لسه هقترح ان يروح للجامعات الرئيس ويتقابل مع الشباب، لان الشباب هو ده اللي كلمته عندي انا اللي يعني اعتمدها. طب حضرتك شايفه ايه اللي هيحسم الجدل ده في النهايه؟ هل الرجوع للدستور في الاساس ولا ممكن يحصل هو حاله في حضرتك؟ احنا الاول اولا احنا شعب جريء ولساننا طول وايدينا طولت وبقينا يعني ما شاء الله. فعايزين نرجع تاني بقى ايه لحته الوقار والكرامه واللياقه. اللياقه بقى نحترم اساتذتنا ونحترم رجالنا ونحترم رؤسائنا، وان كان فيهم واحد غلط نقوم عليه، ما مش هنسيب له يعني. ما هو شاف حكام كتير خرجت اذلاء، وعلى فكره مصر محروسه محروسه جدا بالله سبحانه وتعالى. فاحنا نرجع في حوار وطني ونشوف البادره اللي بادرها سيادة الرئيس عدلي منصور جميله جدا، انه يبتدي ياخد بعض النخب ويقعد معاها ويشوف، وهم اللي يحطوا الخريطة. يعني نعمل بقى يا إما نعمل استفتاء بقى علشان يعني المهزلة اللي احنا فيها دي كل يوم الصبح. طب حضرتك ما هو ده اللي الرئيس بيعمله الآن، بس ما زال الاختلاف والانشقاق موجود داخل الشارع المصري. حضرتك مصر ويمكن تكون على حاجة يعني ايه يعني سنوية، هنجيب رئيس الأول ولا نجيب برلمان الأول؟ هو سعادتك النهاردة احنا مصر فيها حاجة معيوبة بسيطة، بتحب الرجل القدوة الجريء اللي فاهم. تمام، عايزة واحد قدوة وثقة ويكون يعني كمان ده انا عندي مصيبة كارثة، ان ممكن انت تكون قوي واللي حواليك او مدير مكتبك ما يوصلش للريس او بتاع، فيجي بقى صورة الريس دي نزلت لتحت، نزل الكيرف بتاعه. النهارده ده الرئيس مش متفاعل معاه، ده السيد الفريق مش متفاعل معاه، مدير مكتبه بقى هو الرئيس، سكرتيره بقت هي الرئيس. دي كارثه. احنا دلوقتي في ثوره وفي تصحيح اوضاع، لان حضرتك لما تلاقي وزيرتك او مديرتك اللي من داخل الحقل بعيد عنك انت هتروح فين؟ احنا عايزين نجدد بقى، ان انا كوزيره فاتحه بابي، رئيس فاتح بابي، انزل اعمل لجان مستمرة قابل فيها الناس اللي محتاجة. وبعدين احنا النهاردة عايزين نلحق بسرعة، كل مادة الاقتصاد بتاعنا بيرجع لورا بيرجع لورا، اولادنا بقت في حالة رعب. انت النهاردة وشايفين ثورة في الجامعات لما تكون مفتعلة، ولادي الطلبة دول عايزين حد قدوة يقعد معاهم، يقعد معاهم يديهم نوع من الـ يعني ايه الثقه بالنفس والانتماء للوطن. حب الوطن ده مهم جدا. طيب يعني استاذه نوره اسمحي لي، طبعا احنا بما انك كنا بتتكلمي على الاقتصاد احنا عندنا نشره اقتصاديه مع الامير داوود، هنروحها بسرعه ونرجع نكمل حوارنا. انا كل التقدير معاكم.
شكرا لك حسام، واهلا بكم مشاهدينا الكرام مع اخبار المال والاعمال في هذا الصباح. الخبر الجاي هيكون مع ليلى. الخبر اللي معانا يمكن بعيد عن مصر شويه، نروح لتركيا من جريده الاهرام، عنوانها الرئيسي اليوم: حكومه اردوغان تتصدع، استقالت 4 وزراء بسبب الفساد، والمعارضه تطلب طرح الثقه. يعني ازاي قريتي العنوان، خاصه ان يعني فكره الاستقاله جاءت كمان ضمن حمله اعتقالات بتقوم بها شخصيات سياسيه تركيه. ما هم يعني رساله ليهم: تنصحون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يعني هو طبعا يعني أنا يحزنني أن الشعب التركي شعب جميل، وأنا يعني يمكن أعرف منه بعض الشخصيات الجميلة ومتدينة جدا، يعني شعب جميل، لكن للأسف الحاكم هو اللي بيسيء لبلده أو شعبه. صحيح. فما نحكمش على الشعب بأن هو شعب يعني بيدنا أو بيسيء لينا، لا. ولكن الحالة دي عرضة وحتنتهي قريب، لأن هو طبعا دلوقتي الرد بتاعنا واضح وصريح، في حين أن يعني هو يعني لازم يكون فاهم الدين معناه إيه. هو مش فاهمه معنى ايه، ومش فاهم الرسالة السياسية ايه، لان اللعب السياسة ده عايز انا مخسرش شعبي، اهم حاجة شعبي، لان النهاردة الحكام انت كل العالم بتبص عليك. حاول تنهض ببلدك وشوف مشاكل بلدك الاول، وياريت يعني سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: توبي لمن شغلته أخطاءه عن أخطاء الآخرين. يعني أنا أشغل نفسي بشعبي وبلدي ومشاكلي، وما بصش على جيراني أقول لهم كلمة طيبة يا إما إيه أصلا. بالفعل هو عمل العكس تماما، يعني هو طبعًا كان بيقول لمصر مثلا، أو كان بيحاول إن هو يسير الحكومة على الفتنة على الشعب في يعني بعد ما خرجوا في 30 يونيو على الحكومة اللي ما عجبتهمش. وفي نفس الوقت هو بيقمع شعبه هو شخصيا تمام، ان هو برافض سياسات حكومه، هو ملوش كلام معانا لا هو ولا غيره طبعا. يعني انا اقول كلمه طيبه مقنعه تبقى ليك في التاريخ، احنا بنكتب للتاريخ، يشهد عليك التاريخ وربك سبحانه وتعالى اللي انت بتصلي له وبتعبده. اتقي الله وانظر لشعبك، بس مش هقدر يعني طلب المعارضه طرح الثقه، ويعني هل ممكن في القريب العاجل نلاقي تغيرات فعلا في الاوضاع في تركيا؟ ممكن طبعا. انا شايفه البادره طبعا ان هم مش قد مصر ولا اي حد قد مصر، واحنا ما بنتهددش ولا يعني بنفقد ثقتنا اولا بالله وشعبنا العريق وجيشنا الكريم القوي الجريء. فهي طيب. يعني انا خلينا نروح برضو جريده الاخبار، وفي خبر مهم يمكن عمل بلبله على الصعيد المصري والقنوات كتيره بتتكلم عنه. وهو خبر يعني بتقول جريده الاخبار: بعد البراءه شفيق يقرر عوده الى مصر، علاء وجمال مبارك تنازل عن ارض الطيارين وحصل على البراءه. طبعا قصه ارض الطيارين وقصص المحاكمات لرموز النظام السابق، ويعني هل دي المحاكمات؟ طبعا قصه البراءه دي اثارت البلبله وقالت ان يعني لا مش عايزين نتدخل في القضاء طبعا، لان القضاء ده اولا قدامه اوراق ومستندات، وعايزين نتكلم كلام ثقافه بقى. هو الفكره البعض بيتساءل عن بعد عوده الفريق احمد شفيق الى مصر، ما برضو ده كلام، هل يمكن ان يعود لانتخابات الرئاسه او الفريق ثبت ان الانتخابات مزوره؟ هل ممكن ان هو المفاجاه الكبرى ان ممكن القضاء يطلع بينا، دي اللي انا بقولها لك، يعني المانشيت الجميل المفاجاه ان هيطلع حكم بان السيد الفريق احمد شفيق